أجدد نصائح المواطنين أن يتبعوا نصائح الحماية المدنية عند اندلاع الحريق ومصالح الدرك الوطني وتفادي المغامرة بحياتهم والولوج إلى الطرق والأماكن اللي فيها حرائق. هذا الشيء اللي وقع نهار 17 أوت، رغم بان الناس تكون على دراية، رغم غلق الطريق ورغم نصائح تاع الضباط الحماية المدنية اللي كانوا موجودين في المكان، إلا مثل الحافلة اللي فيها 6 موتى، الضابط مسؤول المنطقة وقف الشاحنة، لكن سائق أصر أن يكمل مساره إلى القرية في بجنب البرابطية، والسبب وما أدى إلى وفاة 6 أشخاص، إضافة إلى بعض السيارات السياحية اللي كانوا فيها عائلات، وأصروا أن يكملوا مسارهم وما أدى إلى إصابتهم فيها حتى موتى. دونك نطلبوا من الناس في حالة حرائق إجلاء السكنات، عدم الولوج إلى الطرق اللي فيها خطر، واتباع نصائح تاع المصالح المختصة، وشكرا.